هاي ثاني يوم رمضان، حطيت لكم ديجا الفيديو ديال اول نهار رمضان، دخلوا شوفوه وما تنساوش تشجعوني، لانه بصراحه كنحس من كيكونوا عندي لي في الفيديو لي لايك لي كومونتير كنتحمس اكثر انني ندير لي فيديو. اول حاجه دابا غادي نمشي ندير زيت لشعري وندوز الميناج، هكا يكون اون ميم طون زيت في شعري عندي حتى الكوزينه، خصني ندخلها باش تشوفوا واش غنجد الطر. خليكم معايا. هاي دخلت البانوار خلص لينا بالزيت، مازال بيجاما ماشي مشكل. بارفو كنستعمل قطن، واخا كيبان لك بلي راه كي ابسوربي شويه الزيت، ولكن بحال اللي كنعصرو في شعري وكنديرو فريمون زعما غير في الجلده، وبعد مرات هكا غير بصبعي صافي. كنلقى غدا وكنفرق غدا وكنفرق، زعما غنكمل هاد لابارتي هادي كامله، ابخي ندوز بحال هكا نفرق طاط طاط، داكشي الاخر اللي كيبقى لي كندهنو في شعري الفوق والتحت. في الاخر الا فلت شي حاجه كنعاود ندير الزيت، كندير الزيت في هنا في الطرف ديال صباعي ونبقى ندير حنا شعري. من بعد واحد لاغوتين اللي وليت كندير ليه مع واحد لاغوتين اللي كنت كندير ليه، من جمعتهم بجوج حسيت باللي الحمد لله شعري ولا قوي كثر وولات فيه الحيويه. كنشرح لكم كتحسوا بالشعر ملي كتشوفوه، كتحسوا به صحي فوالا. وحتى واحد النهار اختي حفصه كانت كتضفر ليا شعري وقالت لي مروه شعرك قوى شنو كديري، وصافي قلت ليها. دونك الا كنتو انتريسي زعما بلا روتين اللي كندير خليو ليا في الكومونتير، هكا ندير لكم فيديو. تيت ليتس جو الميناج. كي خشه ديال هذا فحا فين تخشات سيدي، غادي نصب الخرشف اول مره غادي نصب حيت شحال هادي وانا باغا نتعلم ليه. راك راه هادي كاين وحده صفرا وحده ولا صغيره راك اكثر معاناه ديالي هي ملي كنجي نقي البصله حيت راه ما يمكنش حتى كتبكيني كتخليني كونسونطري مع التقطع وكنبقى مضربه مع عيني. شوفوا يا اخي كيقولوا مغياره كتغيري كيقولوا ملي كتبكي البصله مغياره راه كضرني البصله لواحد الدرجه ديال تخيلوا كنكون برا ديال الدار وماما كطيب في الكوكوط وكندخل وكندير عيني كيدمعوا. الخرشف ديال ماما بنين، هذاك الشيء علاش باغا نتعلم ليه واليوم جات لوكازيون باش نصبو. دونك غنقول لكم اوكا كنتو حتى نتوما مهتمين وما ديال المبتدئين. قطعت بصله درت 5 ديال دروس الثومه محكوكين، شويه ديال الملحه لانه غادي يذبحوا الحامض معاه، معلقه عامره ديال البزار غير هذوك الصغار ديال العطريه، وجوج معالق ديال الخرقوم عامرين، جوج معالق ديال السكينجبير حتى هما يكونوا عامرين، شنو اخر صافي، وزيت العود. هنايا كنديروا العماره ديال البراوات ديال الحوت، ولا نديرو مسطلطه ماما نزيد شويه الهريسه لا نديرو بحال دوك لي نام طوالي جاوني نديرو مسطلطات صغورين لا جاوني لي نام كيعجبوني انا راه اللي كتهضر بعدا يلاه داخل الكوزينه وجاي كتشرط انت ما عندكش حاجه تهضري سالينا يلا سيري هضري هضري دابا درنا هنا العطريه ديال الحوت بالنسبه اللي ما عارفش الكمون البزار الملحه شويه ديال الهريسه شويه ديال الفلفله المرقده قطعناها وكمون قلناه والثومه حركي حركي ماما غتزيد شويه ديال الخرقوم ياك والتحميره والعطريه ديال الحوت صافي. نتمنى نكون شنو هو الزعفران ماما زدت الزعفران
ملحق درت شويه ماما واش نزيدو شويه الزيت وحطيت تحم على تما وزيد عليها الزيت درت لها شويه ديال زيت العود باش تقلى شويه عاد نزيد لها الحوت ياك الزبده شويه الزبده حتى هي من داكشي اختيار عندكم الزبده ديروها عندكم زيت العود ديروها عندكم بجوج ديروها راسك انا كندير الزبده والزيت باش ما كتحرقش ليا الزيت كوكوت كتصفر هادا راه قلت ليهم خرجوا شافوا شافوا بحق لا المرقه عندي عصير ديال القشط يلا عندك عصير الليمون زدنا الحوت زدنا الكورنيشون الزيتون والحامض مصيرها مازال غادي نزيدو الشريحه حيت جاتنا قليله وعصرنا حتى شويه هكا الحامض من الفوق ماما هو الشكل النهائي ديال داك التخيطه كامله اللي داروا كل مره كانوا كيزيدوا حاجه كثرت ها الكورنيشون ها الزيتون ها زدنا الحوت ها زدنا هادي ندير شي شي الرز خرجت متلاته لا راه كي مزيانه غديري هكا يلا سديها هكا راه كتح بلاتي غلطت لا سمعي العماره جريها عندك شويه بلاتي ندير لها بحال هكا مزيانه ويه ديري هادي وديريها ولكن جري شويه العماره بحال تقاد صافي فهمتك لما هكا يلا احكميها لا حكميها هنا وعاودي دوريها ولكن جري شويه عندك العماره ولكن دابا مع الدوره جري العماره مع فوالا شويه فوالا يلا دوري ايوا راني لا كنتعلم ما عرفتش معلمه بزاف الحوايج ما معلمهاش صغار ديال كيفاش البوطه سمحوا لي انا كنساوى نسطع لكم راسي بلاتي نسد وجنب ورا خاصك في الاول تقديها بلاتي يعني. لا يلا المهم تقدر دير هاد اللعيبات هادو ديال الغشان ندير لهم هكا مثلا هكا بحال فوالا ما تخافيش منا فوالا المهم اللي ما عرفش مروه راه حيت مروه حيت مروه ما كتعرفش صرنا نفطر عند ندخل ندوش ان شاء الله شنو قلتي لهم ديك ما قلنا ما حقناش حنايا قلت لهم زعما بالنسبه لمروه اللي كيفاش لكم الصداع مروه اللي ما كيعرفش راه ما كتعمرش هي البريوات دابا عاد قرات هاد العام تدري الدافيون وي يلا بون كوراج ميرسي ايوا ندهنوهم بالزيت الفوق زعما تقولوا راه عندي لي زال ماشي لا زيد الزبده لي بغيت هادي قاص هاد لابارتي دخلي فيها العظم يمكن شي هاد الشيء قال لك كضربي هنا الوسط وكتهزيها ولكن باش تهز عاتي لا فريمون لاصقه والله الا كتهز نورمال عندها مسحده وقالت لك بغات تضرب وتهز واخيرا عظم اكتشاف عظم افوكادو دير بحال الجوز الهند لداخل ايه ضايره كنت نقول دابا شنو هاد العصر بعدا انت اللي كديري ليه باناشي عصر باناشي تباناشي ليا في يدي قبل ما تباناشي من عندي عفرتي يا عصر شوفي ها ما كتبغيش تنقر ما كتبغي ما بغا العظم يخرج والله تا والله تا لاصقه ها شوفي ها هي طبيلتنا مازال الخرشف صراحه حنا ولينا كنتعمدوا ما نديروش بزاف ديال الحوايج لانه كيبقى داكشي كيضيع فولينا كنديروا داكشي اللي زعما غادي ناكلو وهكا عطينا غدا ان شاء الله نديروا شي حوايج اخرين شوفوا هنايا البيض مسلوق كندير فيه الكمون وشويه ديال السكينجبير وكنديروا بعد مره الخرقوم هنا درنا الخرقوم شعره الا بغيتوا تقدروا تزيدوا فيه حتى شويه ديال البزار كيجي فريمون بنين قولي لهم انا اللي خرجت الاختراع ماشي انت انا كنت كنديرها ماما كنت كندير دابا انا ما كنحملش الزفره ديال البيض كنتو كديروا ليه الملح والكمون هذا هو اللي معترف به زعما اللي معروف في البيض في رمضان ملي كنت كنسلق البيض كنت انا سبيساليتي ديالي كنبقى نكومنو مزيان اش كيقولوا لي كان بحال داك الكالينتي اش كنسميوها التمالح فراس تقدر تزيدي لي دابا فوق منو واحد شويه ديال الخضوريه ديال هذه اللي عندك فيها هذه اللي عندك فيها براءة الاختراع اما الباقي راه ماما اللي كانت كنديرو الله يسهل نسولو ماما دابا ماما واش انت اللي كديري البيض مسلوق كنتي كديري ليه العطريه ولا حفصه كنديري الكرامون انا فقط اذا انا ظلمت راسي راه انا اللي كنت كندير هادشي صحه وراحه الفطور